السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف أشرح لكم اختبار لمادة التربية الإسلامية للصف السابع الفصل الدراسي الثاني. طبعا هنا في البداية يكتب الطالب ما حفظه من السورة الأولى، طبعا يعطوا الطلاب سورة ويقوم بإكمالها. بعد ذلك ننتقل إلى التجويد. هنا في الآية الأولى حكم التجويد في هذه الآية هو الله، هنا مفخمة. أما لله فهي مرققة. طبعا هنا بين سبب الراء في قوله تعالى، هنا سبب تفخيم الراء. ما سبب تفخيم الراء في هذه الآية؟ لأن الراء ساكنة سكونا أصليا، وقد سبقها فتح، وقد سبقها فتح. أما في السؤال الثاني فهي المهارات العقلية، أكمل العبارات التالية بما يناسبها. الشخص الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينام في فراشه ليلة الهجرة ويؤدي الوداع إلى أهله، أو الوداع عفوا إلى أهله أو إلى أهلها، هو من؟ هو علي بن أبي طالب. هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الغسل الذي تتوقف عليه صحة بعض العبادات هو يسمى غسل واجب، يسمى غسل واجب. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة. العقاب الذي أرسله الله تعالى على أصحابه هو من؟ أو ما هو هذا العقاب؟ وهو الحر الشديد. رجل يملك 20 رأسا من البقر وحال عليه الحول، فمقدار الزكاة ما عنده كم؟ 4 شياة. درست طبعا الحديث الشريف عن حب النبي. طبعا هنا يكتب الطالب عن أنس بن أبي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عندنا هنا في هذه الآية أو تابع السؤال الثالث قال الله تعالى: والجبال أوتادا. طبعا استنتج الحكمة من خلق الله تعالى الجبال، الحكمة أنها تكون ماذا؟ تكون كالوتد، تكون كالوتد، تحفظ ماذا؟ التوازن، وتقيها من الاهتزاز والارتجاج. أما في السؤال جيم، كان الصحابة يتنافسون على بذل العطاء والجود والكرم، وقد بلغ بهم ذلك مرتبة الإيثار. ما هو تعريف الإيثار؟ هو تقديم الإنسان غيره على نفسه في النفع أو فيما هو في حاجة إليه، وتقديم مصلحة الآخرين على مصالحه الخاصة، هذا يعرف بالإيثار. أما في السؤال دال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. ما الحكمة من تحديد 3 ليال؟ طبعا لتلبية نداء فطرة الإنسان على الحب والرضا والسخط، وفرصة سانحة لمراجعة النفس والتسامح مع الآخرين. أما في السؤال الرابع هنا، ذهب صالح مع والده لأداء صلاة الجمعة وقد توضأ دون أن يغتسل ليوم الجمعة، فما حكم صلاته؟ طبعا هنا صلاته جائزة، صلاته جائزة. استنتج أثر السلوك على العقيدة أن السلوك الحسن يقوي العقيدة ويثبتها، والسلوك السيء يهدم العقيدة. أما هنا يمتلك حمد 2000 ريال عماني وحال عليه الحول وأراد أن يخرج الزكاة، فكم ريال سيخرج من الزكاة؟ طبعا نقوم بتقسيم 1000
عفوا 1000 ضرب 2.5 تقسيم 100 يساوي 50 ريال، هنا عندنا 25. طبعا كل 1000 نطلع منها 25 ريال، فعندنا 2000 تصبح 50 ريالا. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا؟ استنبط فائدتين من جعل الله تعالى الأرض سهلة ومذللة. طبعا هنا يسر وعليها سهولة، كذلك يبني عليها ويسعى لكسب الرزق فيها. أما هنا في السؤال الخامس، صح أم خطأ؟ ضع صح أمام العبارة الصحيحة وصحح ما تحتوي خطأ إذا كانت العبارة خاطئة. أن يتصدق رجل من أجل أن يكون قدوة لغيره لا يعد من الرياء في العمل، هنا الإجابة صحيحة. استعجال المسلم في استجابة دعائه يدفعه إلى الاستحسار، هنا الإجابة أيضا صحيحة. هنا عرفت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخطط للعمل تخطيطا جيدا قبل تنفيذه. ضع خطة للقيام برحلة إلى خارج السلطنة خلال الإجازة الصيفية مراعيا فيها الأسس التالية. طبعا الهدف في الرحلة هنا الترفيه، العلاج، طلب العلم. الوسائل مثلا نذهب بتوفير المال، وسائل النقل، المستلزمات وغيرها. أحد الصعوبات المحتملة مثلا اختلاف اللغة وغيرها. عندنا هنا ما القيمة التي ترغب فيها الآية الكريمة؟ هنا في بيوت أذن الله أن ترفع. طبعا في هذه الآية اللي هي دليلة على عمارة المساجد، دليل على عمارة المساجد. أذكر اثنين من الأدوار التي يقوم بها المسجد في الحي. طبعا أولا العبادة، كذلك تدارس القرآن، إقامة الدروس التعليمية، حلقات الذكر وغيرها. كذلك عندنا هذا هو الاختبار، وانتهى الاختبار. طبعا اختبار الصف السابع جدا بسيط. أتمنى أن أنشر هذا الفيديو لطلاب الصف السابع لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع،